موضوع تأجيل المباريات أخد حيز كبير، وبيانات من الأهلي وبيانات من الزمالك وبيانات من اتحاد الكورة. هو مازال في أزمة ولا الموضوع كده بدأ يكون في حل بشكل سليم؟ لا، هي الأزمة موجودة عندنا من البداية، لأن إحنا عندنا عشوائية كبيرة جدا في إدارة مسابقة الدوري الممتاز. العشوائية دي خلفت إن إحنا مش عارفين ننظم لحد دلوقتي المسابقة بشكل منتظم، أو نقول إحنا رايحين فين، أو إحنا الدوري بتاعنا ده هيخلص إمتى، هيخلص قبل بطولة أفريقيا، هيخلص بعد بطولة أفريقيا، هنلحق نبعت أسماء الفرق بتاعتنا اللي هتلعب في دوري أبطال أفريقيا ولا لأ. يعني مشاكل كبيرة جدا احنا عاملينها لنفسنا بسبب عدم انتظام جدول الدوري وعدم وجود يعني نظام ان احنا نحدد ماتشاتنا هتبقى امتى، هنعرف نعمل نظام كويس لترتيب الفرق. فاعتقد ان بس دي مشكلة لجنة المسابقات والله مش مشكلة لجنة مسابقات بس، انا شايف ولا ان مين؟ مشكلة نظام عام، نظام عام. يعني ان نادي يبقى داخل عنده ماتش يطلب يتأجل، سواء الاهلي او الزمالك، انا بتكلم على الاثنين على فكره. بص، هي الوضعيه بالنسبه للفرقتين مفيش فيهم اختلاف كبير الحقيقه. الاثنين بقى يعني بيطلبوا ان هم يأجلوا. انا شفت، عايز احكي لك على حاجه، ريال مدريد خرج من 3 بطولات او خسر 3 بطولات في 6 ايام. لاعب برشلونه يوم الاربع خسر منه في الكاس، لاعب برشلونه تاني يوم السبت خسر منه في الدوري وضاع حلمه في الدوري وفي الكاس، لعب يوم الثلاث مع اياكس امستردام وخرج من دوري ابطال اوروبا. فبالتالي لما اجي بتكلم في كيس زي دي، لان يعني في 6 ايام لعب 3 ماتشات في 3 بطولات مختلفه وخرج من الثلاثه، ما طلعش بقى برشلونه عيط وقال انا يا جماعه انتوا السبب وانتوا اللي خليتوني خسرت ال3 بطولات او الكلام ده، او طلع هاجم وقال ده في تواطؤ وفي مجامله وفي كل الكلام اللي بيتقال هنا دوت، ما حصلش مثلا في ريال مدريد. فاعتقد ان فكره النظام والالتزام بالنظام من بدايه المسابقه هو كان الطريق اللي احنا نوصل. طب محمد، هي هل الانديه اقوى من اتحاد الكره بشكل صريح؟ ده اكيد، لان الانديه هي اللي بتجيب اتحاد طب خلاص، الكره. ما الانديه بقى هي اللي تدير، بلاش بقى اتحاد الكره يدير. طب ما الانديه هي بتعمل اللي هي عاوزاه، او خلينا نقول مش كل الانديه، في انديه اللي الانديه هي اللي هي ليها اللي ليها تقل يعني، اللي تقدر وباقي الفرق تسيطر لا على حول انديه ليها ولا تانيه. قوه. بالظبط، الانديه اللي تقدر تسيطر على انديه تانيه بيبقى، لان في النهايه الجمعيه العموميه دي مكونه من الانديه، فالجمعيه العموميه دي هي اللي بتجيب اعضاء اتحاد الكره في الاساس. فاعتقد ان ده شيء طبيعي جدا ان الموجودين او يعني الانديه الموجوده هي اللي بتحرك اتحاد الكره، ما يقدرش ان هو يزعلهم عشان ما يجيش بعد كده لما يبقى في انتخابات، خصوصا ان الانتخابات مش بعيد. اعتقد ان ده بيبقى ليه عامل وبيبقى ليه تاثير. كمان في بعض اعضاء اتحاد الكره بيخافوا احيانا من البيانات واحيانا تانية من الصوت العالي، فاعتقد ده بيعمل مشاكل وازمات اكبر، لان مفيش حد عنده لا بس هم قدرة على معظمهم ليهم اصوات وليهم حضورهم، هم حتى موجودين بالشكل الاعلامي اللي بيتيح ليهم ان هم يقدروا حتى ينافسوا عن دفعهم، يعني يدافعوا عن نفسهم بكل اريحيه، وحتى ان كان بشكل غير مباشر. حتى اعلاميا يا هشام بيطلعوا احيانا. يعني انا اقول لك، خلينا نتكلم باكثر صراحه، كابتن شوبير نفسه نائب رئيس اتحاد الكوره هو انا بتكلم اجمالا يا محمد، مش بتكلم حتى على اشخاص بعينهم، بس انا بتكلم ان هم موجودين اعلاميا وبيقدر يتكلم وبيرد وبيجاوب، ما عندوش اي مشكله. عايز اقول لك ان هو اللي انتقد اتحاد الكوره نفسه، كابتن شوبير نفسه انتقد اتحاد الكوره في اداره الملف دوت. فبالتالي يعني الانتقاد جاي من جوه اتحاد الكوره لاتحاد الكوره، يعني فاهم انت، المنظومه كلها مش منضبطه. فبالتالي لازم يبقى في نظام. بس في الجزئيه دي برضو الكره اترمت في ملعب كابتن شوبير بعد اكيد، كده، لان هو قال اللي لك داخل طيب بعد كده عيش حياتك واظبط الدنيا وحل المشكله. بالظبط يعني كده. لحد دلوقتي لسه ما اتحلتش المشكله، تمام، لحد دلوقتي الازمه معلقه ما بين الاهلي وما بين اتحاد الكوره. الزمالك يعني هو بيقول لك انا هلعب 3 ماتشات زي ما انا متفق، هلعب 3 ماتشات قبل امم افريقيا وماتشين بعد امم افريقيا. الاهلي ما زال عنده مشكله، واعتقد ان سبب ازمه الاهلي الاكبر ان هو عاوز يغير المدير الفني. فبالتالي عاوز يدي مساحه للمدير الفني اللي هيجي جديد، او يدي لنفسه مساحه ان هو يدور على مدير فني. الاهلي ما بيدورش على مدير فني وعنده مدير فني موجود، فعاوز يخلص الدوري قبل كاس الامم الافريقيه، يبقى عنده مساحه يجيب مدير فني جديد. المدير الفني الجديد ده يعرف يشوف اللعيبه، يعرف يقيم هو عاوز يجيب ايه، يعني يجيب صفقات ايه ولعيبه ايه اللي محتاجها النادي. الزمالك هتبقى عنده نفس المشكله، او المشكله عند الزمالك من دلوقتي، لان عقد جروس يخلص يوم 30/5، فبالتالي يخلص يوم الاربع يوم الخميس اللي هو يوم ماتش الزمالك والانتاج الحربي. اعتقد ان الزمالك في موقف هو كمان لا يحسد عليه، اما ان جروس يقعد او ده يتعارض مع راي رئيس النادي اللي والله متمسك طبعا بعقد احنا جروس. بنتمنى التوفيق للجميع، وان يكون عندنا نظام سيستم اللي احنا بنتمناه
ويكون ساري على الكل بالكبير والصغير وما يكونش عندنا اي ازمات في القصه دي، لان احنا بنشوف الدوريات اللي بره ماشيه بالمسطره. بشكر جدا زميلنا محمد يحيى رئيس القسم الرياضي بجريده الوطن، كنت معانا هاتفيا.